قبل أن يلقي خطابه التاريخي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي صفق أعضاؤها كثيرا جلالته. To address the 12th Assembly of the United Nations. سعادة الرئيس، يطيب لنا أن نعبر لسعادتكم عن الأثر البليغ الذي تركت في نفسنا العبارات الرقيقة التي وجهتموها إلينا، وعن مدى اغتباطنا وارتياحنا لهذه الفرصة التي أتيحت لنا لإلقاء هذه الكلمات في جمعيتكم الموقرة. إن مبادئ العدل والحرية والمساواة التي هي أسس منظمتكم تتفق وما نعتبره رعيا لمعتقداتنا مبادئ مقدسة، ولذلك فإن الأغراض التي حددها الميثاق ليست غريبة عما نهتم به من شؤون وما نرمي إليه من غايات. وبالرغم من تثبت المغرب بسيادته ورغبته الملحة المحافظة على استقلاله الكامل، فإنه قابل على غرار ما فعله رفقاؤه في هذه الجمعية لبذل جزء منها في صالح المجموع، بيد أن مهمة الأمم المتحدة لا يمكن أن تبلغ شأواها إلا إذا أقرن الحواجز في وجه الحروب، ولا يمكن أن يقوم أي مجهود بنائي أو عملا إنشائي ما دام العالم مهددا بخراب تعقبه الكوارث والآلام.